المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور لاحق من لاحق، مولود غير مخلوق، مساوي للأفجار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد الروح القدس مريم العذراء، تأنى صلب عنا بلاد صفونتي، تألم وقبر وقام بلا موت في اليوم السادس، كان قطوع صعدة تسمى تجلس ثانية من أبي، أيضا يأتي في مجيء هذه الأحياء والأموات الذي ليس يمكن قضاء. نعم نؤمن بروح القدس رب المحب برسم الآب نزل لنا مجده مع الآب والابن وفي الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ترك مواضيع حنمخ في خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الضال الآتي. آمين. Thank you.
كرياليسون 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 قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض ملوك ارحمنا للأبطال يا رب اغفرها لنا من رحمتك يا رب لخطيئنا اللهم اجعلنا مستحقين لك بكل شكر يا ابانا الذي في السماء وتقدس اسمك وتعلم انت خشيتك كما في السماء طريق مغفره نختلف بك من جميع شكر الله
طوبنا يا ماتي صار شبي موتن تطفن بري بري بسناني بوان ايتي ونوتي بيوتن بن شويس او اوغن نوتي اوغن صوت ير ايسوس بخريسوس جيا كرس كبازين ابونا كر ويسن ايرنا كار ايرنا كشبتين ايرنا كتيا سو ايرون اكتي توتين اكنتين شاري يا طاي اونو صاي انصوف اون مار انتي اورفو بوس انتي باري ايرون خيم بايك سوا فاين من يوتين رون تي بن اون بين يرين اني بين جنبي بان تقراتو أعرف شايس بنوتي كيريا ليسون بيب شايس بنوتي بيبان تكراتور بيوتن بن شايس هو بنوتي هو بن صوتي ريسوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعمتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين نزع عنا وعن هذه المائدة وعن هذا الدير وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو فما نظر الإله الإنجيل مريم ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس الأنبساوي روس ومعلمنا ديسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أورغوليوس من أفواه 318 مجتمعين بنيقيا وال150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس فما رئيس الكهنة البابا المعظم البابا تواضروس الثاني فما شريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم والأنبا متاوس فما حقارتي لأنه مبارك ومرهو مجد الاسم خلق القدوس أيها الأخوة
خايوت عرشي ارمس بابا ابا تواضروسي اتشوي صاري مطلان بكوي فولنتين النوم ايدين نوم شعاري منخم بنيوت الضايوت انديكي وصابا متكاوس بيبس قبوسي ابشوي صاري مطلان بكوي فولنتين Intenno e sciare buon cambeliote aiute zike un avanantion biemis cobolte e su البولس فصل رسالة معلنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته تكن على جميعنا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقومين لنفوسهم وحدهم لألا تكلوا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. قد نسيتم التعليم الذي يخاطبكم كبنين ويقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحب الرب يؤدبه يضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم نغول لا بنون. ثم إن كان لنا أباء جزدانيون مؤدبين وكنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، أما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قدسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لكم لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في إسر البر مع جميع الناس، وأيضا الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآية فلتحن على أرواحنا يا أبا أخوتي أمين. بطرس الرسول الأولى بركاته على جميع نامين. يا أحبائي لا تستغربوا البلة المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما شربتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في سألان مجدية أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو قناظر إلى ما ليس لهم. ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله بهذا الاسم، لأن الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدى أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين ظهران؟ فإذن الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا يتحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين. شرن ماريا أتيك شرم ليه
بالغمر شرب اليوت طوال بطري عرشي اشفاق من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواته المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبانا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي قد رآه، هذه التي قد أدخلها أباؤنا معهم وقبلوها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لله يعقوب. ولكن سليمان بنى له بيتا ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي، كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت ابنه لي؟ قال الرب أو أي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها؟ يا قصات الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وأذانهم، أنتم في كل حين تقومون الروح القدس كما كان أباكم كذلك أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يتضاء أباكم وقد قتل الذين سبقوا فأنظروا بمجيء البار؟ هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه، فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وكانوا يسرون بأسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال ها نزع انظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه جميعا بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قالا يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وأما شاول فكان موافقا على قتله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتهتز وتثبت فباعة الله المقدسة آمين.